اليوم اختاريت هاد البيسة، عندي هاد الكيمونو في النوار والسروال غنديرو حتى هو في النوار، غنلبس كلشي نوار غير الساك ولي صوندال غادي نختارهم، اختاريتهم في البوردو صافي، وغندخل معاهم هاد لا سانتور حتى هي في النوار، غندير حتى الفولار كلشي 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 نوار وصافي. المهم انا غادي نلبس السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله فلوق جديد، معروضين الفطور عند اختي في دار بوعزة، وجينا طرقنا البحر هو الاول، جينا حتى لطماريس ندورو هكا في البحر، عاد نمشيو عندها نكملو الطريق عندها ان شاء الله. المهم غادي نشارك معكم الفلوق ديال اليوم، نشارك معكم الفطور، نشارك معكم السحور، ان شاء الله غنباتو عندها. المهم هانتوما معايا، انا غادي نصور لكم بعد الاجواء ديال البحر، عرفتوا الجو زوين وخا كاين الشميشه ولكن الجو زوين، داك البرد ديال البحر الهواء ديالو زعما والريحه ديال البحر زوينه بزاف. المهم هانتوما معايا. فيكتوريا شانيل كتبناها، درت لكم ندير لكم ديديكاسة من المتابعين ديال فيكتوريا شانيل جوزة. كنا في البحر ودابا جينا للبر. شوفوا تبارك الله الطبيعة كديرة، هذا الشيء السبولة ما شاء الله، عاشو الجو زوين 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 زوين. المهم دابا حنا كنتمشاو اللحظات الاخيره قبل ما نطلعوا ان شاء الله للدار. صافي حنا دابا في البلاصه فين كاينه اختي، جينا تمشينا شويه هنا في الطبيعه وعاد باش نمشيو نطلعوا للدار، واش نطلعوا للدار ونصور لكم. انا جيت، حنا عاد وصلنا عند اختي، يلا دخلت. باقا سخفانه من الدروج. المهم حنا عاد دخلنا، غادي نمشي نشوف شنو كاين في الكوزينه، اش كيوجدوا، شنو دايرين، وغنصور لكم بيان سور. المهم هانتوما معايا، غادي تدوزوا معايا ان شاء الله النهار كامل شنو غيكون فيه. وحنا دابا مع اللمسات الاخيره، اختي دابا كتصايب واحد العطار والطبله راه واجده تبارك الله عليها ما شاء الله، حاد يا الزكيه ما عرفتش منين نايضه من شو انت فايقه. لا والله حتى 12 يلا حادقة. ايوا الناس راهو ناضو 12 وكملوا كلشي. المهم انا غنوريكم دابا لا طاق اللي كتصاوب بها، ها اللمسه الاخيره صافي كتصاوبوا في ليطا في هاد لا طاق، هادي باب لورونج ياك يامي، دار لنا طاق بالبلورونج، دابا راه كتصاوب الديكوراسيون صافي، غنخليوها تشوفوا الطبق النهائي. هادشي اللي لقيت ما نصور لكم. شوفوا هاد الورد راه جايبه لها مي ملي كنا في الطبيعه، جابتو معاها البنات. ها مشينا حنا درنا هنا والطبيله ديال الفطور، هادو لي ميني بيتزا، هاد البغيوش، هاد الشباك ديال الحلويات، هادو جو فونس بالفرماج، جوفي جوفي ريماس بطبيطات،
لينيم بسيتلات وهنا باقي ما كانش البراد باقي ما جاش البراد ونشوفوا هنا واش كاين الحال مازال باقي خاويه هذه هي الطبله الاولى وندوزو دابا للطبله الثانيه باقا ما كاملاش الشهيه كاينه فيها غير السلطه دابا وشنو هادو الكبده يمكن كبده مشرف ايوا هنا تتكمل لي بلاو اللي باقا غادا تحط ونصور لكم ها هي دابا الطبله كملات دارت هاد البلا ديالي في خوي وها هي لا طاخت الشكل النهائي الديكور يا لالا او صافي هادشي اللي كاين دابا اختي راه حكرو عليا قالت لك اجي اجي عصير الليمون صافي اديني المغرب انا ضيف انا ضيفه وقالت لك اجي عصير الليمون هاد الجهه يلاه كملناها هاد الشيء جابشو مع عمتي هاد لي كواسون شي بان او صافي انا غادي نمشي نعصر الليمون ونرجع نمشي نلبس غير البيجاما ونرجع لقيت بابا بدا يعصر وتعاون مسكين هناني منو مزيان تبارك الله على بابا تبارك الله على خويا الله يبارك فيك ما عصرتش الليمون انا غنعصر لافوكا نديرو المهم العصير فيا فيا شكون اللي كتعجبو لافوكا بحالي انا كنحمق عليها كتعجبني بزاف عصير بالحليب ما كنبغيهاش بالليمون اللي كيبغي تدوز يحبس ها عصير تباني تقول لي قطعيه والله ما نقطعو ما يبانش راسي ما كاينش يلا دوزي دوزي انا غنقطع دابا ورجع لك هاد الطبله شنو خاصة كنخصها غير العصائر هذا لافوكا وهذا لورونج وصافي دابا غنتسناو غير المغرب يأذن وصافي مرحبا بكم ايوا يا سيدنا يلاه كملنا الفطور ما كملناش الصراحه راه الخميغ مات و غادي يبدا دابا الماتش ديال الرجاء وغنتفرجوا فيه لا لا خذي راحتك هضري لا هضري شتي كل ما كنتيش دابا كل ما كنتي دايره الزيف كون جديتك صافي غدير الزيف وتبان وقلت لك غادي نبانو نبانو ها هي شوفوا باش نقول لكم اول مره غادي تبان معايا هذه الشبيهه ديالتي انا كيقولوا لي كنشبه لها قولوا واش كنشبه لها ولا لا قد قد ما تديوش على الزيف راح فاش دابا درتو بالزربه شبه واش كاين ولا لا ها هي قد الزيف قولوا واش كاين شي شبه ولا لا هذه هي عمتي خديجه المهم حنا دابا قلت لكم درنا لكم يا ميطون في الفطور وغيبدا دابا الماتش ديال الرجاء غنتفرجوا فيه حنا راه رجويين واخا ماشي كلشي ولكن رجويين وصافي هانتوما معايا غادي تقريبا وصافي المهم هانتوما معايا تنشوفوا شنو غنديروا وهانتوما معايا هانتوما معايا الليل كامل انتوما معنا ان شاء الله ان شاء الله تهلاو في روسكم تبارك الله عليكم لايك لايك اي لو بارطاج كتبش انني نصور لكم شي حاجه اخرى برا الدار المهم دابا كتوجد هي في العشاء زعما السحور باش نتسحروا المهم تتوجدوا ونصوروا لكم
شي كياكل في الطاجين وشي كياكل في الهبة. والله هبة انا هادشي هو العشق ديالي الصراحه. بصحتكم الطاجين وبصحتي الكغاطان. والله هبة. يلا بون ابيتي.